المتمين. تبعوا معايا الوصفة ضروري، كما قلت لكم غناخدوا فوطة مبللة نديروها بالماء دافئ على حسب كل واحد والشخص ديالو. نغطو دابا الركبة ونشرح لكم. كنغطسوها ونعصروها مزيان وكنحطوها على الركبة باش المسام يتحلوا لينا بإذن الله. خلينا دابا بردات. اهلا وسهلا، كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، حياكم الله. المهم اليوم إن شاء الله غنعالجو مشاكل الركبة، الطقطقة، الخشونة، يعني المفاصل اللي كينشفوا كما كنسموا حنا من الزيت أو كينقصهم داك الليونة. كتلقى يعني أي مفصل هنا الركبة، الشوفية، يعني أي بلاصة اللي كتكون يا إما فدع، يعني فايت طحتي او سبابها مشيتي عند الطبيب وقال لك عندك خشونه الركبه، يعني تنقصك الزيت او الغضروف تيكون عنده مشاكل، غنعالجو ان شاء الله. كيما شفتوا معايا ضروري الصوفه، ما تقولوش لي غنعوضوا شي حاجه من غير الصوفه، لان العلاج ما غاديش يعني ما غاديش يكون كامل، كمال لله. غتقولوا لي ممكن بتخالتي نحضروا القطن ولا نحضروا اللواط؟ لا، نكون معاكم صريحه. مازال كنقول لكم شحال من سيدة اتصلت بيا بديك الوصفه اللي حطيت على الراس، تعوضوها بالقطن، حيت الخزامه هي اللي غتلعب الدور على الراس باش تسخنوا. دابا العلاج ان شاء الله يكون بالفوق بالصوف. كيما شفتوا معايا ضروري المكان اللي يكون يألمك الصوفه. المهم سكين جبير اللي عندك، يا هذا يا هذا، كون مطحون على يديكم. عندك هذا بشري منه القليل، عندك هذا. المهم اول خطوه اللي غنعملو وهو كما شفتو معانا غنبداو بالمساج او التدليك، فهمتوني؟ خليكم معايا ان شاء الله باش تشوفوا كيفاش اليوم غنحضروا او غنعالجوا. دابا هاد الفوطه راه مبلله بماء دافئ باش المسام ديال الركبه يتحلوا. بزاف الاخطاء كتعملوهم وانكم مباشره كتعملوا واحد الوصفه، نعملوا فوطه تكون درجه الحراره كلها والشخص، يعني كاين اللي كيبغيها تكون لحم بارد تيبغيها سخونه، كاين اللي دافيه، يعني غناخدو ماء دافئ القياس اللي لحسب كل واحد لحمه. وغنحطو الفوطه ومن بعد نعصروها مزيان ونحطو بين ما سخنات لينا الركبه. هنا راه ناشف وهنا راه مبلل، يعني بين ما تحلو لينا المسام ديال الركبه ونعملو واحد المساج بزيت الزيتون. المهم ما نطولش عليكم، سنعود بعد قليل. بسم الله، كناخدو مقلات وكنوضعو زيت الزيتون القياس اللي غيناسبنا على حساب المفاصل او المفصل اللي غنخدموه. سكين جبير حتى هو الخليط كيبقى على حسابكم، اما هذا نحكوه او هذا، لان فايت حضرت هذا. دابا غنجرب هذا ان شاء الله. اليوم هذه هي ان شاء الله هاد الصوفه راها روعه بالنسبه للمفاصل، راه كتعاود بناء الانسجه ديال المفاصل، راه مهمه. المهم حنا ما غنحرقوش الوصفه، فقط غنحاولوا نمزجوا الخليطين بجوج حتى نحصلوا على واحد حراره دافئه. كنقولوا العوده سبحان الله، راه انسان ماشي بحال انسان، كل لحمه كاين العظم ديالو اللي بارد تيبغي شي حاجه سخونه. دابا صافي وجدات، نطفيو عليها النار. ها نتوما كيما شفتوا معايا مازال كتبقبق. مقلات اللي نخليوها دائما للاستعمالات بحال هكا لصحتنا، ما نرميوهاش، نتسناو درجه الحراره تكون معتدله. كما قلت لكم قبل راه عملنا فوطه دافئه باش نحلو المسام، دابا غندير واحد المساج. المهم باش ما نطولش لكم، خليكم معايا ان شاء الله. محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، حياكم الله. اليوم ان شاء الله تبعوا معايا بنات خالتي. وجهي وجهي توجه غير احنا المتمين. تبعوا معايا الوصفه ضروري، كما قلت لكم غناخذوا فوطه مبلله نديروها بالماء دافئ على حسب كل واحد والشخص ديالو. نغطوا دابا الركبه ونشرح لكم. كنغطسوها ونعصروها مزيان وكنحطوها على الركبه باش المسام يتحلوا لينا باذن الله. خلينا دابا بردات، غنحطوها هنا. ناخذوا زيت الزيتون، يدينا يكونوا سخانين. البوطه الصغيره هنايا راه حنايا سخنا عليها يدينا،
عندكم شي شوفاج اللي حداكم معليش. طريقه راه في الاول خصنا زيت الزيتون يدينا يكونوا سخان. بسم الله. هانتوما الطريقه ديال المساج ديال الركبه، لان هنا كاين واحد البيزكارات ديال الركبه. هانتوما بنات خالتي يعني شكل دائري. بسم الله بسم الله انت الشافي. دابا عملنا الفوطه مبلله باش تفتحوا لينا المسام ديال الركبه. دابا غنعملوا هكا المساج. كيحرقوك هنا يحرقك هنا، لاحظتوا حتى الحجامه راه مزيانه. كنعملوا كاس هنا وكاس هنا كاس هنا، ممكن يكون كاس هنا على حساب الركبه. اللي جربت الوصفات وما نجحت معها حتى وصفه كنوصيك لا ساعات النحل تديري عند المختص او الحجامه عند المعالجين. بسم الله. كنكونوا هيئنا الركبه باش نعملوا الخلطه. الفوطه كنعملوها هانتوما كما قلت لكم. اولا كناخذوا فوطه ونعملوها في الماء دافئ وكنعصروها وكنحطوها على المكان، اما هنا اما كتكون في الكعب هنا او في الركبه الكتف في المكان. المهم ديالنا هو الصوفه. الصوفه هانتوما راني حاطه الصوفه. هاد الصوفه راه كتعاون في البناء انسجه ديال العظام، راه مفيده. ملي كنحيدوا هذه كنخدموا كنهيئوا الركبه او المكان اللي غنعملوه على بركه الله. قربي شويه هنا. هنا كما قلت لكم سخنا الخليط على نار مهيله. دابا مصينا الركبه بزيت الزيتون، هذا صافي ما بقاش صالح. دابا عندنا هنا الزنجبيل وزيت الزيتون. بسم الله. نفس الشيء نفس الشيء. ها شوفوا الطريقه جزاكم الله الف خير. الى عندك المشكل تحت نعملو، عندك المشكل في اي بلاصه حتى علاش سبقنا المساج بالتدليك وسبقنا الفوطه باش المسام يتحلو والركبه تمتص لينا الخليط اللي حطيناه. فهمتوني؟ كنكملوا الخليط مزيان وحنا كنماصيو. بسم الله بسم الله. الى عمركم حويجاتكم بنات خالتي راه كلشي غادي يحيد. ملي كنساليو الخليط ديالنا وكنعطيو الركبه حقها مزيان، هانتوما الصوفه الصوفه ديال الحولي. هانتوما الما تبقى ما نضيعوش. هانتوما نعاودو نحطوه على المكان اللي يعني حتى لكان من التحت نعاودو نلبسو الصوف وناخدو واحد الباندا. هذه شويه ركبتك ونمشيو بحال هاد الطريقه ما نزيروش وما نرخفوش. هانتوما راه غير كنديها هكا عاد من الفوق ندير واحد البلاستيكه غير بضع دقائق. علاش؟ باش الركبه تسخن وداك سميتها كله داك الزيوت ان شاء الله تشربها صافي. وكنغطيو الركبه باذن الله. هادشي اللي كاين البنات خالتي. هاد الوصفه تعملوها جزاكم الله الف خير وتمشيو تنعسوا بحال كتبقى. من الافضل اللي عنده مشاكل في الظهر، اللي عنده نزيلق الغضروف في الظهر، راه هاد الصوفه مخيره. انا كان كنتف بحال هكا، هادو اللي انا محضره ومصور. كنخلو المده راه واخا الميكا غنزولوها والباندا تبقى. هاد العمليه نقدروا نعاودوها وقت ما احتاجيناها باذن الله. المهم هي الصوفه، هذا هو النجاح ديال آلام الركبة أو خشونات الركبة. كنتمنى لكم التيسير بإذن الله. مع السلامة.